جاهز. الآن حيتم تحديد ملعب المباراة للمباريات 32. طبعا احنا عارفين في كل مباراة 32 فريق من مجموعة ألف مع فريق مجموعة باء، في كل وعاء يحمل ألف وباء، اللي يسحب أولا حتكون المباراة على أرضه، وبالتالي حنتأكد أن الكرة الثانية تحمل الرقم الثاني بس عشان تكون واضحة الصورة. الآن يزيد تفضل. المباراة الأولى رقم واحد حتكون بين الاتحاد والسروات. الكرة الآن اللي تسحب، اللي يسحب حتكون المباراة على أرضه، مباراة في ملعب ألف على ملعب نادي الاتحاد. نتأكد نشوف الكرة الثانية أنها هي تحمل حرف باء عشان الوضوح، وهذه هي باء. تفضل.